ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. قصتنا بعنوان اغتصاب وزواج اجباري بقلم الكاتبة الجميلة فاطمة قنيبر. بس قبل ما نبدأ، اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك بسرعة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد بنقدمه. ويلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونكمل قصتنا. وبنروح لاسم الشرطة واللي كان فيه منير واقف قصاد الضابط، واتكلم الضابط وقال له: طبعا يا دكتور، بعد التحريات والكشف على البصمات وكونك متواجد جنب الجثة اثبت بانك انت القاتل الوحيد. منير كان واقف قصاد الضابط بحالة سيئة جدا، وواقف جنبه العسكري فاتكلم بانزعاج وقال: التهمة دي متلفقة لي، وانا عارف مين السبب في ده كله. معلش يا دكتور، بس احنا بناخد بالاثباتات والقانون لازم ياخد مجرى، عشان كده هنحولك على النيابة بكرة الصبح. طب ممكن حضرتك اعمل اتصال؟ ماشي اتفضل. وقرب منير من مكتب الضابط واجرى اتصال واستنى الرد من الطرف التاني، وبعد لحظات قال: الو، ايوه اسليم، تعال لي حالا في الاسم، هتعرف لما تيجي. وانهى اتصاله وقال الضابط: خده يا عسكري ورجعه للحبس. ورجع منير لأوضة الحجز تاني، واللي كانت مليانة بالمجرمين، فمنهم اللي قتل ومنهم اللي سرق واللي اختلس. فدخل للحجز واستند على الحيطة ووضع وشه بين كفيه وقعد وهو بيقول في نفسه: وحشتيني قوي يا فرح. وبنروح لفرح اللي مشت مع فارس بعد ما سابت سيرين في المستشفى، فكان بيسحبها وراه وهو ماسك ايديها وبيضغط عليها بطريقة غريبة وكأنه خايف ان يفقدها للمرة التانية. ووقفت فجأة واستدار فارس عشان يبص عليها وقال: انت ليه وقفتي؟ انا مشيت معاك زي ما انت قلتلي، فين ابني بقى؟ عايزة تعرفي ابنك فين؟ ابنك انا بعدته على مصر، وطبعا حجزت تذكرتين ليا انا وانتي وهنروح له. اوعى تكون اذيته يا فارس. طول ما انتي بتسمعي كلامي يا حلوة مش هلمسه، ويلا عشان ما نتأخرش على الطيارة، ولا ابنك ما وحشكيش. مشيت فرح بخطوات متساقلة وكأنها رايحة لجهنم برجليها، ولكن هتعمل كل حاجة عشان تشوف ابنها، وبتأكد لنفسها بان منير مظلوم وهيخرج عشان ينقذها. وبنرجع تاني لاسم الشرطة، فخبط الباب وقال الضابط: ادخل، في واحد برا عايز يشوفك يا فندم. دخله. ودخل سليم وسلم على الضابط وقال: انا الدكتور سليم، صديق الدكتور منير. اتفضل اقعد. ممكن اعرف منير موجود هنا ليه؟ الدكتور منير جه هنا بتهمة القتل، قتل مدام رندا حرم سالم باشا. اتصدم سليم وقال: منير مستحيل يقتل صاحبي وانا عارفه كويس، احنا قبضنا عليه متلبس والسكينة عليها بصمته، بس اكيد في حاجة غلط. طب ممكن اشوفه يا فندم؟ ونادى الضابط على العسكري وقال له: هات لي المتهم منير من الحبس. اشكرك يا فندم. وبعد فترة دخل العسكري وفي ايده منير، فقال الضابط: هقوم انا واسيبكوا شوية مع بعض. قال كده وخرج من المكتب وساب سليم ومنير قاعدين مع بعض. فبص سليم لمنير اللي قاعد على الكرسي وواضح عليه الحزن الشديد، فاتكلم وقال: انت اللي قتلتها؟ انت مصدق كلام المجانين دول؟ طب ليه بصماتك على السكينة وبيقولوا ان هم مصورينك وانت بتقتلها؟ غضب منير اكتر وقال: انت مش بتفهم، ده كله مدبر، ومين اللي هيستفاد من كده؟ هو مين غيره؟ فارس. وبص لسليم وكمل كلامه وقال: فرح عاملة ايه يا سليم؟ سيرين اختك اتصلت عليا وانا جايلك، وقالت ان فارس خد فرح وراجعين على مصر، وهي كمان جاية مصر. يا ابني والله لما اطلع له بس.
أنا هقوم لك أكبر محامين في البلد عشان يدافعوا عنك، ما تقلقش يا منير. أهم حاجة عندي تخلي بالك على أختي وماما، وتعرف لي أخبار فرح أول بأول. ما تقلقش خالص، أنا همشي عشان أشوف محامي. عايزني أجيب لك حاجة؟ وخرج سليم من الأوضة وطلع تليفونه واتكلم وقال: أنا نفذت وعدي، أنت كمان عليك تنفذ وعدك. خلاص ماشي. وقال بخبث كده: ما فاضلش غير ان اتجوز حب حياتي فرح. فرح؟ نعم. انا بقالي ساعه بنادي عليكي، سرحانه في ايه؟ يلا انزلي. وصلنا. ازاي يعني وصلنا؟ فين القصر؟ احنا هنعيش هنا، البيت ده كاتبه باسمي، بس اتفرح للبيت واللي كان مكون من طابقين. وبصت لفارس بتوتر وقالت: اشمعنى يعني كتبه باسمي؟ انا حاسه انك عايز مقابل لكده. طبعا هيبقى في مقابل، بس اكيد مش هتعرفيه دلوقتي. يلا انزلي. ونزل فارس وراح لجهة فرح وفتح الباب وسحبها من ايديها ودخل البيت وهي وراه. فبصت فرح للبيت بانبهار شديد لانه كان جميل جدا. فقطع فارس شرودها وهو بيقول: عارف ان البيت عجبك؟ لا. المهم قولي ابني فين، انا سمعت كلامك وجيت معاك لمصر، يلا بقى رجع لي ابني. فارس بابتسامة خبيثة: ومين قالك اني هرجع لك ابنك؟ انتي غبية وصدقتيني. يعني ايه مش هشوف ابني وده كله بتضحك عليا؟ ده عقابك عشان حاولتي تقتليني وهربتي مع الواطي ده، اما هو فعقابه مني اني حبسته وهيتعدم. قال كده وفتح الباب وخرج وقفل عليها من بره وركب عربيته ومشي. اما فرح ففقدت السيطرة على نفسها ووقعت على الارض مغمى عليها. رامي اصحى، انا تعبانة قوي. مالك يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ مش عارفة، حاسة اني تعبانة. طب حاولي تنامي يا روحي، وبكرة هنروح للدكتور. بقولك تعبانة، هنام ازاي؟ يوه انا عارف اني مش هعرف اروح الشغل بكرة. يلا خلصيني وقومي البسي، هنروح للدكتور دلوقت. بصت له سلمى بحزن شديد بسبب طريقته، فقرب منها رامي وحضنها وقال: ما تزعليش مني يا حبيبتي، انا اسف. معلش، اصل عندي شغل مهم بكرة في المكتب، بس انت اهم عندي من اي شغل. يلا يا روحي قومي البسي. ورجع فارس للبيت بعد ما سهر في ملهى ليلي، ودخل البيت اللي كان ضلمة جدا وهو سكران وبيتكلم بكلمات غير مفهومة، لحد ما خبطت رجله في شخص. فبص لتحت ودقق النظر ولقاها فرح وهي مغمى عليها، فنزل ونادى عليها بلهفة وهو بيقول: فرح فرح أم يا فرح. ولكن ما ردتش، فشلها وتوجه بيها لأوضة نومهم ووضعها على السرير وأحضر مية ورش على وشها شوية. فقامت فرح وهي مفزوعة وبتصرخ وتقول: ابني فين؟ ففتحت عينيها ببطء وشافت فارس قصادها وقالت له وهي بتبكي: ابعد عني، انت عايز مني ايه تاني؟ انت هبلة، انت كان مغمى عليكي وانا قومتك، انا غلطان، كنت سبتك تموتي ولا تغوري في داهية. قال كده وراح فارس عشان يغير هدومه، ولكن فرح قامت وراه وهي بتقول له: فارس ابني فين؟ عشان خاطري. ابنك في مكان امن، ما تقلقيش. طب ليه بعدته عني؟ كان بيرد عليها وهو بيقلع قميصه لحد ما بقى عاري الصدر، وقرب منها ومسك ايديها بعنف وقال: انا ما كنتش هعمل كده لو فضلتي معايا، ما كنتش هعمل كده لو ما حاولتيش تقتليني، وما كنتش هعمل كده لو ما هربتيش. وبكت فرح بسبب ايده لانه كان بيضغط بشدة، وبرغم ده فالوجع اللي في قلبها اكتر بكتير. فردت وقالت: يعني ايه؟
يعني ده انتقام، وساب ايدها بمنتهى الغضب وراح عشان يغير هدومه، ولكن اوقفه صوتها الباكي وهي بتقول: انا مستعدة اعمل كل اللي تطلبه، مستعدة اعيش حياتي كلها بخدمك، بس ارجو رجع لي ابني. ولحظتها استدار فارس عشان يبص عليها، وبقى بيبص لها من فوق لتحت بمنتهى الشر، وقال: عايزة ابنك يرجع؟ ايوة طبعا. انتي وحشتيني قوي، افتحي الدولاب والبسي حاجة على ما ارجعلك. فهمت فرح اللي يقصده، ولكن كل حاجة تهون مقابل ان تشوف ابنها مرة تانية، وتوجهت للدولاب اللي كان حجمه كبير جدا وفتحته وشهقت من اللي شافته، وقالت بغضب: ايه ده؟ ده كله لبس قليل الادب، مفيش حاجة محترمة خالص. وفضلت تدور على حاجة محترمة لحد ما وجدت قميص لونه ازرق وكان للركبة ويعتبر محتشم شوية بالنسبة للبقية. وبنروح لسليم اللي كان قاعد في صالة الانتظار في المطار ومستني سرين حبيبة قلبه واللي ما شافهاش من اسبوعين، وحاسس وكأنه ما شافهاش من سنين، لانها البنت الوحيدة اللي دق قلبه ليها من وقت ما شافها للمرة الاولى لما راح لبيت منير عشان يعالج فرح. ومن وقتها وهو مقرر انه هيعمل المستحيل عشان خاطرها وعشان تكون ليه، حتى لو هيخطفها او يتجوزها غصب عنها وعن الجميع، ولكن برغم ده بيتمنى انه يكون بموافقتها. وقطع شروده وصول الطيارة فهب وقت عشان يدور عليها ما بين الجميع، وبحث في كل اتجاه لحد ما وقع نظره عليها وهي بتشاوله بايديها وبتبتسم ابتسامة تخطف القلب، فابتسم هو كمان وراح لها بسرعة وسلم عليها وقالت له: عامل ايه يا سليم؟ الحمد لله كويس. امال منير فين؟ هو ما يعرفش ان انا وصل؟ اخد منها الشنط بدون ما يرد وتوجهه لعربيته وركبوا مع بعض. ولحد هنا خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه ما خلصتش. تفتكروا مين رامي وسلمى وايه دورهم معانا في القصة؟ وهل دورهم هيكون سلبي ولا ايجابي؟ وفارس ايه سبب تمسكه بفرح كده؟ تفتكروا يكون بيحبها؟ ولو كده فعلا هي هتقدر تغفر له الدمار اللي سببه ليها؟ وابن فرح مصيره ايه؟ اكتبوا لي توقعاتكم تحت في الكومنتات، اكتبوا لي توقعاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو واشتراك في القناة لو انت مش مشترك فيها، فهيفرحني اشتراكك جدا وانضمامك لعيلتنا. بحبكوا قوي، مع السلامة.